اليوم بإذن الله طالعين حلبة البحرين، راح نشارك باللكسز وبإذن الله العشر ثواني دعواتكم إن شاء الله. طبعا الآن أنا رايح لما كراج كانو بيرفورمنس، السيارة عندهم موجودة. يا رب متفائل خير إن شاء الله، بس نوصل الكراج بإذن الله راح أرجع أصور ما شاء الله. طبعا هذا الداينو وهذا الكارشو حق المكلارن. من افضل الكراجات في الخليج ما شاء الله تبارك الله. طبعا الكراج حق كانو في الخلف، خلف الكارشو. طبعا هم ما شاء الله وكلاء باغاني ومكلارن. يلا ندخل ان شاء الله ونوريكم ما شاء الله تبارك الله. هذا المزيون اليوم ان شاء الله يبيض الوجه. مليون صراحة يعني. طبعا السيارة فل ويت، ما خففت شيء ابد، وزن كامل. بنشوف بإذن الله الأسبوع القادم راح يكون في جولة ثانية، إذا ما جبنا الرقم الجولة هذه احتمال كبير ممكن أشيل المقاعد. يعني أتوقع بتشيل 20 إلى 25 كيلو، ممكن أنها تساعدنا، ولكن هذا كله راح يتضح معنا اليوم ان شاء الله بعد التجارب. الله يكتب اللي فيه الخير. علموني كيف مستوى الحماس معكم، توقعون راح نجيبها ولا لا؟ اكتبوا تحت في الكومنت خلني اشوف. او اذا ما توقعتوا العشر ثواني كم متوقعون نجيب؟ يعني 11 كم؟ بإذن الله خير، نشوفكم في الحلبة. دخلنا الحلبة. ما شاء الله تبارك الله. نسيت أصور لكم السيارة، هربت زيت معانا من مكان تغذية التربو زي الصامولة، انفكت معانا. بشركم غيرنا كل شيء وزبطنا الأمور، وإن شاء الله راجعين الحلبة ونكمل المشوار العشر ثواني. طبعا صلحناها عند أريان الكريم، ما قصوا معانا، شباب اخدمونا أحسن الحلبة. ننتظر بس دورنا يجي بإذن الله بإذن الله. طبعا احنا سجلنا رقم جديد اللي هو 11-3 تسارع 210، وبإذن الله بإذن الله نجيب العشر ثواني الآن بإذن الله.